مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، وفيها تتابعون من المواقع المحلية لأول مرة منذ سنوات تظاهرة بعدن بلا شعارات أو أعلام. في صحيفة عربية تتساءل كيف أوصل المضاربون أسعار النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر. أما في الأخبار المنوعة، عروس محجبة في كنيسة تلهي اللبنانيين عن وباء كورونا. قال موقع عدن الغد إن هناك تبادلاً كبيراً في مواقف المواطنين، حيث عرفوا حقيقة سيطرة الميليشيا على المدينة، والتي سبق وأن قدمت لهم وعوداً بجعل عدن مدينة نموذجية، ولكنهم وجدوا العكس وبدأت الاحتجاجات تجوب المدينة رغم المخاوف من كورونا. ووفقاً لموقع عدن الغد، تظاهرة بعدن بلا شعارات ولا أعلام لأول مرة منذ سنوات. وقال الموقع إن مدينة عدن شهدت تظاهرة حاشدة شارك فيها المئات من المواطنين تنديداً بتردي الوضع العام في المدينة، ورفض المشاركون في المسيرة رفع أي أعلام أو شعارات سياسية في مشهد يوضح حالة التبدل الكبيرة في المزاج الشعبي العام. وسار المتظاهرون وسط شارع عام بكريتر ونددوا بحالة التدهور المريعة التي تشهدها عدن منذ سنوات. ومن المتوقع بحسب منظمين أن تتواصل التظاهرات في عدن خلال الفترة القادمة. يبدو الوضع في المحافظات الجنوبية أيضا غاية في التعقيد، يقول الموقع بوست، خاصة مع تصاعد حدة التوتر في محافظة أرخبيل سقطرى ووصولها إلى مراحل غاية في الخطورة. سقطرى شهدت تمرد عدد من القادة العسكريين وكتائب في الجيش طوال الفترة الماضية، قوبلت بصمود واضح من السلطة المحلية والجيش الذي تمكن من استعادة معسكر القوات الخاصة بعد أشهر من سيطرة ميليشيا الحوثي والإمارات عليه ومطار سقطرى، إضافة إلى محاولة اغتيال المحافظ رمزي محروس والهجوم المسلح الذي استهدف الشيخ عيسى بن ياقوت شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى المعروف بولائه للسلطة. الانتقالي ومنذ فترة، يقول الموقع، يحشد في أبين وعدن وسقطرى ويتواصل دعم الإمارات لهم بوصفهم ذراعها في الجنوب الذين تعتمد عليهم بعد انسحابها الشكلي. وزير النقل المستقيل صالح الجبواني قال إن التنسيق بين إيران ودولة الإمارات وصل مراحل متقدمة في اليمن ويهدف إلى تقسيم البلاد. اليمن بين متاهتي الحرب والسلام. تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا: أخذت الحرب في اليمن اليوم منحى أكثر عبثية لاعتبارات عدة. أولها، لم تضع هذه الحرب لنفسها إطاراً واضحاً للعلاقة القائمة بين الحكومة الشرعية اليمنية ودول ما سمي التحالف العربي، ما أدى إلى انعكاسات خطيرة فيما يتعلق باستلاب القرار السيادي للشعب اليمني وتحوله إلى جانب تابع لا شريك في هذه الحرب، ولا يقرر مصيره نتيجة فشل ممثلي الشرعية. ثانياً، مضت هذه الحرب إلى تحقيق أهدافها غير المعلنة على حساب أهدافها المعلنة، وهي إضعاف اليمن وضرب وحدته وقوته وإبقاؤه دولة مفككة، وهو ما تجلى في الحرب التي شنت ضد الشرعية اليمنية منذ البداية تحت مبرر أنها شرعية تخضع لحزب الإصلاح ذي الخلفية الإسلامية بحسبهم، وهي الشماعة نفسها التي رفعت لإسقاط الدولة في صنعاء من ميليشيات الحوثي، وبالتالي منعت هذه الحكومة من العودة إلى الداخل وسمح لميليشيات غير نظامية لتحل محلها في العاصمة المؤقتة عدن، وهي ميليشيات المجلس الانتقالي الانفصالي المدعوم إماراتياً. ثالثاً، كانت للأزمة الخليجية تداعيات سلبية وكارثية على الحرب في اليمن، وهو ما تمثل بتحول هذه الحرب إلى ورقة صراع بين الأطراف الخليجية وعلى حساب معركة استعادة الشرعية في اليمن وعلى حساب اليمنيين أنفسهم، ما أدى إلى طول أمد الحرب. وفقاً للخبير في مجموعة الأزمات بيتر سالزبوري، والذي زار مأرب وكانت واحدة من أولوياته التركيز على انقسام اليمن،
لكنه كما يقول وجد أن الناس العاديين ما زالوا يشعرون بأن البلد كيان واحد ذو تاريخ وثقافة مشتركين. كانت هذه واحدة من المفاجآت التي وجدها الخبير الذي زار اليمن أواخر العام، ونشر تقريره منذ أيام موقع مجموعة الأزمات الدولية تحت عنوان خلف خطوط الجبهة في مأرب اليمنية. 2018 منذ أواخر 2018 سافر الخبير إلى خطوط جبهات الحرب على الساحل الغربي وإلى عدن وصنعاء، وفي هذا التقرير يركز على زيارته الأخيرة إلى مأرب، حيث وصل إليها بعد انتظار لأشهر للحصول على تأشيرة دخول. بعد ذلك قام بشراء تذكرة طيران إلى سيئون مقابل $1000 لرحلة ذهاب وعودة من أحد أفقر الأماكن على وجه الأرض. ليس من المفاجئ أن يستغل اليمنيون الذين يسافرون ويعودون الرحلة إلى أقصى درجة ممكنة. يقول الخبير واصفا الرحلة، بدأ أن الجميع ملأ عربات نقل الأمتعة إلى أقصى طاقتها بالصناديق والأغطية والحقائب الكبيرة. كان من المذهل أن تتمكن الطائرة المنهكة من الإقلاع بتأخير لم يتجاوز 45 دقيقة فقط. ويصف مأرب التي وصل إليها البلدة التي كان يشقها طريق واحد وفيها مطعم واحد أيضا، انتشرت فيها الفنادق في أماكن بارزة والمصارف الخاصة ومراكز التسوق الكبيرة والطرق السريعة بأربعة مسارات وجامعة وملعب كبير لكرة القدم وعدد كبير من المطاعم. لا تبعد مأرب عن خطوط الجبهات سوى نصف ساعة، الأمر الذي يبدو أنه يعزز شعورا متميزا بالفخر لدى أهل المدينة. يصف الكاتب مأرب بأنها جزيرة من الاستقرار والحوكمة الرشيدة وسط فوضى الحرب الأهلية. يضيف: رغم أن مظهري كان نادرا كأجنبي في المنطقة، فإنه لم يشعر بأي تهديد أو بدرجة كبيرة بالفضول حيال وجودي هناك، بل إني كنت قادرا على السير إلى المقاهي والمطاعم ليلا، وهو أمر كان قد أصبح مستحيلا تقريبا بالنسبة لي منذ بداية الحرب في أماكن أخرى من البلاد. إما بسبب غياب الأمن أو بسبب الممارسات ثقيلة الوطأة لحفاظ الأمن من قبل السلطات المحلية. يفيد الخبير الدولي: توصلت إلى حقيقة أنه بعد أكثر من عقد من القتال، يخشى كثيرون في المحافظة من أن تسوية سياسية مستقبلية ستكون لصالح الحوثيين القوة التوسعية التي ترغب باستعادة الحكم الاستبدادي الديني للإمامة التي سيطرت على شمال اليمن حتى ستينيات القرن العشرين. كارثة جديدة لليمن. تحت هذا العنوان كتب جاني جوسلين الكتب منشوره في صحيفة لابرس الكندية، تم ترجمة المقال لصالح قناة بلقيس وجاء فيه: على الرغم من إعلان التحالف بقيادة السعودية وقف إطلاق النار من جانب واحد لمدة 15 يوما، إلا أن القتال مستمر في اليمن. تم تأكيد الحالة الأولى للفيروس التاجي الجديد قبل أكثر من أسبوع. تتوفر بعض الفحوصات، ولكن مثل ما هو الحال في أي مكان آخر، يدرك اليمنيون أن ما يحدث يمكن أن يكون فقط قمة جبل الجليد. كان كاثرين أرسينو وجان نيكولاس باكيهرولو، وهما من كيبك في كندا، موجودين هناك منذ عدة أشهر لصالح أوكسفام ولجنة الصليب الأحمر الدولية. إنهم قلقون حيال دراما جديدة تتهيأ في بلد لم يشهد فترة راحة في السنوات الأخيرة. تقول كاثرين أرسينو معدة مشاريع تعيش في عدن منذ أكتوبر الماضي: من الناحية الصحية ربما يعمل 50% من النظام، لا يوجد الكثير من الأدوية أو الأطباء، اليمن ليست مستعدة لهذا الوباء، تم استهداف المستشفيات خلال الضربات الجوية، المقاتلين الحوثيين قاموا باقتحام المستشفيات ونشر مسلحين هناك وتعريض المدنيين لعمليات انتقامية. بدأت السلطات في تمهيد البنية التحتية داعية اليمنيين إلى البقاء في الحجر، إجراء يصعب اتباعه لجميع أولئك الذين لا يملكون رفاهية العمل عن بعد وحرمان أنفسهم من الدخل أو توفير المخصصات، في حين أن ملايين اليمنيين
على شفير المجاعة. يعتبر اليمن أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية، ويقول جان نيكولاس المنسق الميداني للجنة الدولية للصليب الأحمر: اليمنيين غالبا ما يظهرون قبولا بالقضاء والقدر في مواجهة هذه السلسلة من المحن. رفضت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء التجارية في صنعاء قرارا حوثيا يقضي بتخفيض التعرفة السعرية لأسعار الكهرباء والتي تباع لجميع مديريات أمانة العاصمة لوجود إتاوات وجبايات مفروضة عليها في ظل غياب شبه تام لكهرباء الدولة. ووفقا لعنوان تقرير نشره موقع يمن مونيتور، مليون ريال أو 200 مليون ريال شهريا جبايات الحوثيين أو جبايات من الحوثيين على محطات الكهرباء التجارية بصنعاء. وقال الموقع إن حكومة ميليشيا الحوثي قامت بإغلاق العشرات من محطات توزيع الكهرباء الخاصة، ما تسبب بفصل التيار الكهربائي على عدد من المديريات والحارات بأمانة العاصمة قبل شهر رمضان المبارك. وقالت النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء وتوزيع الكهرباء التجارية في بيان حصل يمن مونيتور على نسخة منه: إن وزارة الكهرباء الواقعة تحت سيطرة الجماعة تستلم من ملاك محطات الكهرباء التجارية مبلغا شهريا يقدر بأكثر من 200 مليون ريال، وتفرض إتاوات وتعسفات يومية. وأشار البيان إلى فرض رسوم تجديد الترخيص والذي يقدر بنحو 300 ألف ريال للمحطة الواحدة، إضافة إلى فرض غرامات مالية تبلغ 100 ألف ريال للمخالفة الواحدة. وقال أحد مالكي محطة بيع الكهرباء للموقع: إذا أوقفوا الجبايات نحن مستعدون لكل الخيارات والمقترحات. بينما كانت الساعة تقترب من 6 مساء بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين، شهدت أسواق النفط العالمية حدثا تاريخيا فريدا. بحسب صحيفة الشرق الأوسط، فبراميل خام غرب تكساس الأمريكية لعقود شهر مايو صارت مجانية، وبعد دقائق دخلت المجال السلبي، أي أن المنتجين يدفعون مالا للمشترين مقابل براميل النفط. الحدث الفريد جاء بعد تخمة غير مسبوقة في السوق الأمريكية نتيجة تراجع الطلب مع انتهاء مهلة عقود مايو، في وقت تكاد تمتلئ فيه مخازن النفط الأمريكية عن آخرها، وهو ما أدى بحسب الصحيفة إلى قبول المنتجين وحائزي العقود أي عرض مهما كان للتخلص من النفط. من اليوم 20 من أبريل كان يوما لا ينسى في تاريخ النفط الأمريكي، لأنه شهد ديب ووتر هوريزون النفطية شهدت كارثة نفطية عندما تسربت كميات هائلة من النفط في خليج المكسيك بعد انفجار وغرق منصة بحرية لاستخراج النفط. لكن كارثة الأمس ستحفر مكانا أكثر عمقا في ذاكرة السوق. أسواق النفط وفي الأسابيع الأخيرة تراجعت لأدنى مستوياتها منذ نحو عام، وسط 20 إغلاق من العمليات ومنع السفر في العالم أجمع التي تؤثر بشدة على الطلب مع شلل الاقتصادات العالمية. ما معنى انهيار سعر النفط الأمريكي وما تبعاته على الشرق الأوسط؟ يتساءل كريم مجدي من موقع الحرة، مضيفا في مقال تحليلي نشر في الموقع: شهد سعر برميل نفط غرب تكساس الأمريكي الوسيط الاثنين سقوطاً حراً بعدما وصل سعره إلى 37.63 دولاراً تحت الصفر مع إغلاق التعاملات. وتعتبر هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها سعر النفط الأمريكي إلى ما دون الصفر على خلفية انهيار الطلب بسبب أزمة كورونا واقتراب الاحتياطات الأمريكية من التخمة. ويتعلق انهيار سعر البترول الأمريكي بسببين: الأول مؤقت، وهو انتهاء صلاحية عقود نفط تكساس الثلاثاء بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي محمد سليمان، وبالتالي لا يرغب المستثمرون في الحصول على خام النفط، ففضلوا بيع العقد بأي سعر قبل انتهاء صلاحيته، وهذا سبب انهيار سعره. وتنقسم عقود النفط الآجلة إلى عقود فورية وعقود طويلة الأمد وعقود قصيرة الأمد، وتندرج عقود نفط غرب تكساس تحت خانة عقود قصيرة الأجل بحسب مهندس البترول بدولة الكويت محمد السيد. خبير النفط أنس حجي قال من جانبه إن المستثمرين لجأوا إلى التخلص من العقود النفطية، وذلك بسبب عدم وجود طرف آخر لشراء العقود، وهذا بسبب ضيق الوقت
أما السبب الثاني فهو مرتبط بأزمة تراجع الطلب وتخمة النفط المعروض في السوق. وبعيداً عن الوضع الفني للعقود الآجلة للنفط الأمريكي، فإن سوق النفط عانى من هبوط حاد بنسبة 65% في الربع الأول. رغم الأسعار الكارثية التي وصل إليها سعر برميل خام غرب تكساس، فإن الأزمة مقتصرة عليه فقط من دون أن تمتد لخام برنت الأمريكي، في الوقت الذي انخفض فيه سعر برميل خام برنت الأمريكي بنسبة 7% بنفس فترة تسوية عقود خام تكساس، فإن سعر برميل برنت ما زال فوق حاجز 26 دولاراً، بعكس غرب تكساس الذي انهار سعره بحسب خبير اقتصادي. يذكر أن أسواق النفط بدأت بالانهيار منذ أسابيع مع فرض الحكومات في العالم قيوداً على السفر وتدابير عزل لاحتواء الفيروس. كذلك يخوض المنتجون الرئيسيون للنفط مثل السعودية وروسيا حرب أسعار أدت إلى ارتفاع في الاحتياطي وبالتالي انخفاض في أسعار النفط بشكل عام. نشرت صحيفة الغارديان تقريراً لمراسل الشؤون بيتر بومنت الشؤون الصحية وعنونت: هل ستكون هناك موجة ثانية لوباء كورونا؟ بومنت يقول إنه في الوقت الذي بدأت فيه بعض الدول التفكير في تخفيف إجراءات الحظر الصحي والإغلاق الاقتصادي، أعربت بريطانيا وألمانيا عن مخاوف من اندلاع موجة جديدة للوباء. ويوضح الكاتب أن الأوبئة التي اندلعت في السابق شهدت أنماطاً مختلفة مثل وباء الإنفلونزا التي تفشى عام 2018 وقتل أكثر من 50 مليون شخص، ويعتبره البعض مرجعاً للأوبئة التي تفشت على عدة مراحل كانت كل مرحلة منها أكثر فتكاً من التي تسبقها. ويضيف أن دارسي هذه الأنماط من التفشي الوبائي يستخدمون نماذج محاكاة تراعي عدة شروط، بينها أساليب استخدام اللقاحات وطرق عملها وسلوك الفيروسات وممارسات السلطات المحلية في مواجهة الوباء، علاوة على السلوك المجتمعي ونسب المواطنين الذين يحصلون على مناعة من الأوبئة ويطلق عليها مناعة القطيع. بومنت يقول إن الإنذار الأول جاء من سنغافورة التي تشهد تصاعداً سريعاً لأعداد المصابين بالوباء رغم الثناء العالمي الذي نالته بعد تصديها السريع والفعال للموجة الأولى. كما حدث الأمر نفسه في الصين التي تمكنت من القضاء على التفشي الأول في مقاطعة هوبي، لكنها الآن تشهد تفشياً للوباء في مقاطعات الشمال. وسط انشغال العالم بوباء كورونا، يقول موقع شبكة البي بي سي: جاءت صورة لعروس لبنانية محجبة في كنيسة لتشغل بال رواد مواقع التواصل الاجتماعي. العروس هي فاطمة شعبان والعريس هو إيلي العلم، وهي من بنات الطائفة الشيعية وهو من أبناء الطائفة المارونية. الاثنان من قرى جنوب لبنان والتقيا قبل نحو سنة وجمعهما الحب وقررا أن يتزوجا. عقدت فاطمة وإيلي قرانهما في شهر يناير بحسب الشريعة الإسلامية أمام شيخ وبحضور الأهل والأصدقاء. وعندما قررا الانتقال إلى بيت الزوجية تكللا أمام كاهن في كنيسة رميش وهي قرية العريس الحدودية في جنوب لبنان. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الزفاف الكنسي وأثارت جدلا، وانقسم المعلقون بين مباركين للشابين يعكسان صورة جميلة عن التعايش بين الطوائف وممتعضين مما وصفوه ردة عن الدين، رغم أن الزيجات المختلطة بين أبناء الطوائف المختلفة في لبنان ليست بالأمر المستجد، إلا أنها ما زالت تثير تساؤلات في مجتمع يعطي التقاليد الدينية والتوازنات السياسية بين الطوائف أهمية كبرى. خلف خطوط الجبهة في مأرب اليمنية، يجيب موقع مجموعة الأزمات الدولية عن هذا السؤال عبر عدد من الصور التي نشرها الموقع ووثقها من مأرب الخبير في المجموعة بيتر سالسبوري، والذي زار المحافظة مؤخرا قبيل توقف حركة الطيران نهائيا.
أخيرا مجموعة من رسوم الكاريكاتير والتي نشرتها الصحف والمواقع نتابعها في هذه الجولة. بهذا وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.